مرحبا مواليد برج العذراء، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الابراج الاسبوعيه، يعني كل اسبوع كيف بده يكون يوم بيومه من الاثنين 9 ايلول سبتمبر حتى الاحد 15 ايلول سبتمبر. بهيدا الاسبوع في عنا فول مون، القمر بيكتمل، في عنا قمر بدر. يكتمل القمر في البرج اللي بيعاكس برجك اللي هو برج الحوت يوم السبت 14 ايلول سبتمبر. مواليد برج العذراء، الشمس ببرجكم، فينوس بعده ببرجكم، المريخ ببرجكم، عطارد ببرجكم، المشتري بيساعدكم، اورانيوس رح بيساعدكم، زحل وبلوتو ايضا. الجو العام جيد جدا، بس عنا شغلتين يلي هي معاكسة القمر لإلكم ووجود المريخ ببرجكم. كيف رح بيكون هيدا النهار البداية مع برج البداية مع يوم الاثنين؟ بالنسبة لإلكم يوم الاثنين القمر موجود ببرج الجدي، خدوا مني يوم الاثنين هو أفضل يوم بهيدا الأسبوع لمواليد برج العذراء. كل الأيام حلوة، لكن الاثنين هو من الأفضل وهو من الأجمل وهو من الأقوى حظا، فما تتأخروا بيوم الاثنين إنكم تشتغلوا فيه. كل أعمالكم اتصالكم لازم يكون الاثنين، هذا إذا ما عملتوه الأحد اللي سبق يعني 8 أيلول سبتمبر. الجو ممتاز، مثلث فلكي ترابي بيعطيكم اللي بدكم اياه، بيحقق لكم اللي بدكم اياه، بتتقدموا بطريقه سريعه جدا جدا جدا، وما حدا رح يقلكم يا محلى الكحل بعيونكم، يعني ما حدا رح يعترض على اي شيء. الثلاثاء الاربعاء والخميس وتحت تاثير القمر من برج الدلو، الخميس نص نهار حتى الساعه 1 الا 10 تقريبا توقيت بيروت الصيفي، يعني تقريبا 10 صباحا توقيت العالمي، القمر ببرج الدلو بينتقل لبرج الحوت، فكل شيء والقمر موجود ببرج الدلو الثلاثاء الاربعاء ومنتصف الخميس. في عنا نوع من انشغالات ونوع من مهمة ونوع من مسؤولية عند مولود برج العذراء، إن كان ليكتب الأطروحة، ليكتب يمكن المقدمة، لحتى يمكن يقوم باتصالاته، ليحضر لمسألة ما، ليشتغل على حاله، ليشتغل بحياته على حياته الصحية اليومية الروتينية. في اهتمامات مهمة جدا عند مواليد برج العذراء بهالثلاث ايام، فيهم شغل، فيهم ركض، وبعض مواليد برج العذراء يمكن ينطلقوا بصفحة مهنية او صحية جديدة. منه سلبي الجو، لكن بشغلكم، ولكن ما عندكم اي مشكل، انتم ما في امور سلبية. ننتقل للخميس بعد الظهر، القمر بيوصل لبرج الحوت وبتبلش الامور شوي تزكزككم. بيكمل الجمعة، كل الجمعة وكل السبت ببرج الحوت ليكون في عنا فول مون، وهون صار في عنا عند مولود برج العذراء نوع من انزعاج، نوع من عصبية أو نوع من قلق، يمكن ما بتعرفوا شو مصدره، فكروا منيح بتقدروا تلاقوا المصدر، وإذا ما لقيتوا المصدر بدكم تحطوا حالكم، تكبروا عقلكم، تحطوا حالكم بأجواء إيجابية، بعدوا عن الأشخاص السلبيين هذه الفترة، علما أنه هاليومين ونص راح بتكونوا تحت تأثيرات الفولمون يلي عم بيعاكسكن. هلأ في احتمال انه يكون في تقارب، احتمال انه تحصلوا على جواب من مؤسسة معينة عم تقدموا عليها طلب، يمكن تتعرفوا على شخص، يمكن ترتبطوا، او اذا ما انكم مهتمين بالعلاقة معقول يكون في انفصال، فانتبهوا بهاليومين ونص. ما تنسوا انه الفولمون معناتها اكتملت الطبخة. بالنسبة ليوم الأحد 15 أيلول سبتمبر، القمر موجود ببرج الحمل، هون بيرجع بينطلب منكم إعادة النظر ببعض البنود والسعي لتسوية وإلى مصالحة، هيك بتبعدوا عن المشاكل وبترجعوا بتشوفوا كيف بتكون تصلحوها وتزبطوها. منشان هيك من الأول بعدوا عن المشاكل وما تدخلوا فيها وما تأزموا أي شيء، حاولوا أنكم يكون في ارتباط وتعارف مش انفصال وزعل. أسبوع كتير مهم، كوكب المريخ موجود ببرجكم، كونوا جدا حذرين مواليد 7 ل 12 سبتمبر، كل هيدا الأسبوع، كل يوم بيومه، الاثنين في حدا، الثلاثاء الأربعاء، اسمعوا كل يوم بيومه. الأكثر حظا كلكم محظوظين بصراحة، بشكل خاص مولود 29 30 آب أغسطس 7 8 11 15 ل 22 سبتمبر، كلكم محظوظين. أسبوع مرتب لكم، إلى اللقاء مع الأبراج اليومية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. باي باي.